حياكم الله أحبتنا المشاهدين أينما كنتم، ها نحن وإياكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم حديقتي. نتحدث في هذه الحلقة عن الحدائق الكبيرة للحدائق الصغيرة، فإننا قد أفردنا لها حلقة أخرى. إنما الكلام اليوم عن هذه الحدائق الكبيرة وكيفية زراعتها بالأشجار المثمرة والأشجار الموسمية، وأيضا في نفس الوقت الأشجار الظلية ونباتات الزينة. البعض منا يفضل أن تزرع هذه الحديقة بالكثير من الأشجار، لكن هل أن هذا الأمر هو صحيح أم ينبغي لنا أن نضع المساحات الصحيحة في مكانها المناسب؟ لأن التربة تحتوي على العديد من العناصر المفيدة لهذه النباتات وتدعمها بشيء من هذا الخضار المسمى بمادة كلوروفيل، بالإضافة إلى الأزهار وعدم تساقطها وتحولها إلى ثمار. أيضاً أننا نتحدث من خلال أصحاب الاختصاص بخصوص نقطة جداً مهمة، ألا وهي التصاميم الهندسية التي ينبغي لنا أن ننظر لها بعين الاعتبار في داخل الحديقة، ونسبة الظل وكمية الإضاءة الساقطة على تلك الأشجار. فكل هذه الأمور تحسن من نمو النباتات والأشجار اللي موجودة في داخل هذه الحدائق. أحبتنا، سنلتقي وإياكم بكل من المهندس صادق محمد علي والمهندس كاظم الفتلاوي لندلي لكم بالمعلومات الخاصة بهذه الحلقة من برنامجكم حديقتي. تعتبر النباتات العناصر الأساسية التي تتكون منها الحدائق، وتحدد شكل تصاميمها وتنسيقها، ويعتمد اختيار الأنواع النباتية على عوامل عديدة، أهمها ملائمة النوع النباتي للظروف البيئية ونوع التربة بالحديقة والمكان الذي سيزرع فيه النبات إن كان مشمساً أو مظللاً أو غير ذلك. كما يجب مراعاة أن تكون نباتات المجموعة الواحدة ذات صفات خضرية متباينة لإبراز جمال كل نبات، وأن تكون من بيئة واحدة أو متشابهة ما أمكن، فلا يزرع النخيل مثلاً بجوار نباتات مناطق باردة، كما لا تزرع نباتات صحراوية بجوار أخرى نصف مائية لتباين احتياجاتها، وهكذا. المهندس كاظم الفتلاوي مسؤول شعبة الحدائق والمشاتل، حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ، نشرف اليوم تواجدكم قناة كربلاء المقدسة في مشتل العتبة العلوية المقدسة، فأهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم ويسددكم إن شاء الله في عملكم. حديثنا اليوم في هذه الحلقة عن الحدائق الكبيرة، وربما الكثير من المشاهدين الآن يمتلكون حدائقا كبيرة، البعض منها فارغ لحد هذه اللحظة لم تمتلئ بالنباتات الخضراء، والبعض منها قد زرعها ولكن في بعض الأحيان الزراعة لم تكن كما يراد لها بخصوص نظم الزراعة. أول نقطة، هذه الحدائق الكبيرة اليوم كيفية ملئها بالنباتات المفيدة وفي نفس الوقت كيفية تصميمها بالشكل المطلوب؟ طبعاً الحدائق لها في التصاميم خاصة حسب مساحة الحديقة، حسب رغبة مالك الحديقة، تمام، وحسب توزيع النباتات اللي إحنا لازم نخليها بالحديقة. يعني النباتات من غير الممكن نخلي نباتات في غير أماكنها المناسبة، لأن بالتالي بعد ما تبدي النباتات بالنمو راح تأثر على التصميم اللي إحنا نوضع للحديقة. جهيد. فيجب أن يكون هنالك تصميم بالبداية للحديقة من أماكن تواجد النباتات والتصاميم الأخرى التكميلية. فالأشجار بيها منها الأشجار الموسمية، منها النباتات المعمرة، الأشجار المزهرة، الأشجار المثمرة. جميل. كل شجرة، كل نبات لازم إلى مكان خاص به يوضع داخل الحديقة. جميل. هذا راح يعتمد على التصاميم اللي يوضعها المهندس الزراعي، كذلك رغبة المواطن اللي يمتلك هاي الحديقة. فإحنا بالبداية نشوفها ونصممها وبعدين نبدأ نسقطها. هيك بشكل عام، بشكل مجمل كما يقال، كيفية تصميم الحديقة، يعني شنو اللي تفضله للمقابل حتى يقدر يستثمر هذه المنطقة اللي عنده؟ إحنا عندنا أنواع التصاميم اللي نطبقها على الحديقة عدة أنواع، منها التصاميم الهندسية، منها التصاميم الطبيعية والتصاميم الحرة. جي. التصاميم الهندسية هي اللي تتمتع بالخطوط المستقيمة اللي هي معروفة طبعاً.
التصاميم الحرة أو الطبيعية هذا راح تكون على سجيتها. يعني مثلا النبات أقدر أخليه بأي مكان وأضيف له لمسات فنية مثل الأحجار، مثل البرك مال الماي، شلالات، هاي كلها تضاف إلها، فتعتبر هاي الحديقة هي من الحدائق الطبيعية. أيضا راح تدخل بيها توزيع النباتات، فالنباتات مثلا الأشجار من غير الممكن أخليها بمساحة حديقة صغيرة. الحدائق الصغيرة، الأشجار تقصد المثمرة؟ الأشجار المثمرة أو الأشجار المزهرة بحسب طبيعة النمو مالتها. جيد. قد تكون هذه الأشجار كبيرة بالحجم، فلازم أني أختار لها حديقة، مثلا لازم تكون حديقة مالتها كبيرة. النخيليات، أشجار النخيل سواء كانت المزهرة أو المثمرة، لازم إلها في التصميم أو فل إلها في مثلا سقطها على مكان خاص بيها. إذا كانت الحديقة كبيرة مثلا أخليها بالنص، لأن هذا راح تنطيني فد تصميم خاص يضيف لي جمالية للحديقة. الأشجار المثمرة مثلا عندنا احنا الحمضيات، عندنا التفاح، العنب، الرمان، هذني أيضا لازم أخليها بأماكن خاصة، مثلا من حيث اتجاه أشعة الشمس وكمية الإضاءة والحجم مال الحديقة. فمن غير الممكن أخليها أنا في مساحة ضيقة صغيرة، لأن راح تمليل المكان مع الحديقة وبالتالي راح يضيع عند التنسيق كله. أنت تحدثت هسه مهندس كاظم عن النخيلات، جيد؟ قلنا نعم. نخيل مثمر ونخيل للزينة هكذا. نعم. أغلب بيوتاتنا اليوم يعانون حقيقة من زراعة النخيل، خصوصا لزراعة الفسائل. ما هي الطريقة الأمثل لزراعة النخيل؟ طبعا الطريقة الأمثل لزراعة النخيل هو بعد ما تنفصل الفسيلة عن النخلة الأم، لازم توضع في مجذر خاص، لازم تعامل بمبيد فطري حتى تساعدها هاي المجذر انه تساعدها على تكوين الجذور. ماده المجذر، ماده المجذر احنا نستخدم مواد مختلفه، مثلا الروتكس، مثلا عندنا هذا اللي موجود حاليا بالاسواق حسب مناشئه، نستخدم احنا المنشا الايطالي هذا مثلا اللي احنا نستخدمه بالمشاتل. بالبدايه لازم نجذر هاي الفسيله وننطيها مبيد فطري حتى لا بعدين تتعفن، ونزرعها بالشكل الصحيح، نحفر لها حفرة وبعدين نوضع هاي الفسيلة ونردم عليها التراب. وأهم شيء بالنخيل هو اللي جاء عنه من عنده هو عدم التسميد وعدم الخدمة ما بعد الزراعة، من عمليات المكافحة، من عمليات التكريب، وكذلك أهم خطوة اللي هي عملية التسميد. هاي لازم تتم كلها حتى نقدر نحصل على شجرة جيدة وتنطينا ثمار. أي الأسمدة أفضل للنخيل؟ احنا نستخدم الأسمدة الحيوانية بالإضافة إلى الأسمدة الكيميائية اللي هي من عندها الداب واليوريا والهيومك أسد. هاي من ضمن الأسمدة المهمة والأسمدة الأساسية اللي نستخدمها للنباتات. جيد. الأشجار المثمرة خلنا نرجع إلها، اللي هي البرتقال والتفاح والزيتون والرمان ومن على شاكلتها. نعم. كيفية زراعتها بالبيوت، والنقطة الثانية كمية الماء المعطاة إلها وكيفية التعامل مع هذه النباتات، لأن الأغلب حقيقة اليوم في البيوتات صح هنالك زراعة لهذه الأشجار المثمرة ولكنها لا تنتج ولا ثمرة، السبب أين والخلل أين؟ الخلل أول ما نجي لازم نشوف نوعية التربة اللي راح نزرع بها هذه النباتات. يجب أن يكون النبات المزروع بتربة جيدة من ناحية الصرف ومن ناحية تغلغل الجذور، هذه أول نقطة مهمة. صرف المياه تقصد؟ صرف المياه أيضاً لازم التربة تتمتع بهاي الخاصية. هاي من أول النقاط المهمة. النقطة الثانية اللي هي التربة. التربة التربة المزيجية اللي احنا نسميها تراب الشط. هذا اللي نستخدمه للحدائق. النقطة الثانية بعد ما يتم زراعة هاي النباتات لازم ننظر، أكو نباتات دائمة الخضرة وأكو نباتات نفضية. أمثال العنب والتكي والرمان والتين هاي من النباتات النفضية. لما يمر عليها نفضية؟ هاي لما يمر عليها الموسم الشتوي اللي هو موسم الشتاء راح تبدا تساقط اوراقها. فتبقى عباره عن نبات مجرد اغصان وسيقان. بهاي المرحله لازم اني ابدا اسمدها ولازم ابدا اقلمها، لان اثناء عمليه التقليم راح اساعدها على عمليات النمو في الموسم اللي هو من الربيع الى موسم الصيف حتى تعطيني ثمار وتعطيني نمو جيد. اما بالنسبه للنباتات الاشجار المثمره الاخرى اللي هي البرتقال والحمضيات بصوره عامه، هاي نباتات تمتاز انه دائمه الخضره. العنايه بها ايضا تتم عن طريق التقليم وكذلك عن طريق التسميد. التسميد يتم في شهر الواحد او شهر الثاني، افضل وقت للتسميد هذه النباتات. فيتم تسميدها حتى اقدر احصل على نبات على ثمار ونمو جيد. هناك من يبحث عن اليوريا، تفضل ذلك؟ نعم. الأمر بقضية الأسمدة؟
لا بأس لا بأس نستخدمها احنا حتى يعني اليوريا هي كمية النيتروجين راح تكون بها كمية عالية. ايش قد ابطي يعني النباتات يعني؟ حسب حجم النبات. خلينا نتكلم عن ايام حسب مثلا نوع النبات. ايام تقريبا احنا ما راح نقدر ننشط الحديقة يعني. احنا نعطيها حسب عمر النبات، حسب نوعية النبات، حسب الوقت. بالصيف احنا نتجنب هذا الشيء لانه سماد اليوريا يمتاز انه راح ينطيني فتح حرارة عالية. فراح يؤدي الى حرق الجذور. هذه احنا نتجنبها. اما في موسم الشتاء وايام البرد اقدر انطيها يا اما رش ورقي يا اما نثر على سطح التربة. يفضل انه انطيها نثر على سطح التربة. والكميات احنا اذا نجيها كميات يعني علمية نقيسها على نوعية النبات وحجمه وعمره. نخلي مثلا 5 غرام على اللتر او نخلي 5 غرام نثر على سطح التربه. ليش قد هاي عمر الشجره؟ عمر الشجره راح يختلف هو حسب عمر النبات. لا ال 5 غرام هاي الشجره ايش قد يعني عمرها؟ يعني عمرها خلينا نقول سنتين. سنتين. نعم. جيد. احنا الان نتكلم عن الاشجار المثمره، ربما لنا عوده لها اذا سنحت لنا الفرصه، ولكن الكلام عن بقيه هذه النباتات الجميله والرائعه بما يرتبط بازهار الزينه او نباتات الزينه. كيف يمكن لنا ان ننسق ما بينها وبين الاشجار المثمره؟ هل تؤثر على الاشجار المثمره كزراعه يعني في داخل الحديقه؟ التنسيق اذا تم بصوره صحيحه ما راح تاثر على النباتات المزهره. لازم اكو تنسيق صحيح. شقد المسافه بينها؟ المسافه تختلف من شجره الى اخرى. بالنخيليات بها اصناف، الاصناف هم ترى راح تختلف من ناحيه حسب المسافه ما بين نخله ونخله. الافضل احنا نخلي 10 متر بين نخله واخرى، 10 متر حتى لا المجموع الخضري ما راح ياثر بين نخله واخرى على المجموع الخضري. قد المسافه تقريبا؟ 10 متر بالنسبه للنخيليات. تمام. بالنسبه للحمضيات نخلي من 3 الى 5 متر. الاشجار المزهره او الاشجار مع النباتات الزينه امثال الاكاسيا المصريه، امثال البيزيا، هاي راح تتمتع بمجموع الخضري الكثيف. ايضا نبات السدر اللي هو النبق، هذه اخلي بيناتهم 5 متر الى 7 متر. فالمسافات يجب ان تدرس بشكل صحيح. شنو فائده هاي المسافات اللي وضعت؟ الفائده من هذه المسافات حتى لا النباتات لا تتزاحم بالنمو. يعني من اخلي مسافات كل من صحيحه ياخذ استحقاق من العناصر المفيده للتربه. احسن. اليوم عندنا الاشجار المثمره شوي خلينا نركز عليها افضل. ليش؟ لان المشاهد حتى يستفيد من عندها خصوصا في زراعتها بالحدائق الكبيره. شنو اللي يتناسب مع ظروفنا العراقية؟ خصوصاً أنا أتحدث عن وسط وجنوب حار جداً. نعم. لاهب في الصيف وبارد في الشتاء. نعم. من الأشجار المثمرة اللي إحنا ننصح بزراعتها واللي هي ناجحة بصورة عامة في حدائقنا العامة والخاصة هي التين، العنب، الرمان، الحمضيات بصورة عامة، برتقال، لالنجي، نارنج، هذين كلهن ناجحات. تواجهنا مشكلة واحدة اللي هي ارتفاع درجات الحرارة في شهري تموز وآب. شلون أقدر أواجه هذا؟ نقدر نخلي لها عبارة عن الغطاء الساران الأخضر الزراعي، نظل الحديقة حتى نقلل من كمية أشعة الضوء الساقطة وارتفاع درجات الحرارة في هذه الأوقات. زي النباتات الظلية ما تكفي إذا أردت أزرع؟ النباتات الظلية ما نقدر إحنا نزرعها بالحديقة، لازم لها ظروف خاصة. اللي هي؟ اللي توضع داخل المنزل تمتاز بدل كمية أو كمية الأشعة الضوئية قليلة. كذلك درجات الحرارة يجب أن تكون منتظمة لكل نوع معين من النباتات الظلية. جي مهندس كاظم الفتلاوي مسؤول شعبة الحدائق والمشاتل، شكرا لك على ما أدليت به من المعلومات. أهلا وسهلا وشكرا لكم. الله يسلمك. الله يخليك. عند اختيار النباتات المراد زراعتها لا بد من مراعاة توافق النبات من حيث حجمه مع مساحة الحديقة، فلا تزرع أشجار ضخمة في حديقة صغيرة، مع مراعاة ملائمة لون الأزهار مع ألوان العناصر النباتية الأخرى، بغية الحصول على حديقة متناسقة المنظر متجانسة الأصناف، يستشعر الداخل إليها سبل الراحة النفسية التي تعد من العوامل الأساسية التي وجدت لأجلها الحدائق، وتبقى رغبة صاحب الحديقة في زراعة أنواع معينة من النباتات ومقدرته على صيانتها بالحديقة هي العامل الحاسم في كل ما تقدم.
المهندس صادق محمد علي مسؤول وحدة الحدائق، حياكم الله ولنا مرحبا بكم. حياكم الله أستاذ العزيز. الله يسعدكم ويبارك فيكم. الله يحفظك. حديثنا اليوم في هذه الحلقة عن الحدائق الكبيرة. تحدثنا ربما قبل قليل عن تصميم هذه الحدائق، لكن نحتاج أكثر كلام بعد باعتبار الذي فهمت أن أنت مصمم للحدائق إن شاء الله بأشجار خاصة، جيد، ربما تختلف عن ثمر والزهر وهكذا. اليوم لو كانت لدي حديقة، كيف أعمل على تصميمها وما الذي أضعه في الحسبان لكي أصمم بشكل صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً الحديقة طبعاً المنزل هي حسب موقعها من ناحية الظل، لأن أكو حدائق تصير داخلية وأكو حدائق تصير يعني خلف الدار. موقع الحديقة كلش مهم، هذا بالنسبة لموقعهم. اثنين الأنقاض الموجودة بهم، دائماً لما يصير تجهيز البيت أنقاض البيت تدفن بالحديقة، لأن مساحة مفتوحة هذا يكون كلها تخرج المواد. ثلاثة من مواد البناء مثل سبويس الجوس، هذا كل لازم يتم إزالتها بسبب الأملاح الموجودة بها والأمراض أو تصير بؤرة للحشرات. صح. نعم. هاي إذا نزال دور اختيار الطين الزميج مال الحديقة، نسبة اختيار يكون الزميج خالي من الأملاح وخالي من الشوائب. الشوائب طبعا الزميج يجيبوه بناحيتين، يجيبوه من منتصف الشط، وكو زميج هو عندنا طبعا يجيبوه من جوف يعني من منحدر النهر. هذا يكون بأوصاخ وبأوصاب. أيوة، الافضل في يعني منتصف النهر. لا في منتصف، في المنتصف، يعني هذا يكون بأوصاخ يعني مثل الطاله اوساخ، كل اوساخ موجوده به. القصب نلقى بيه والبردي، هذا هنا في الصيف مشكله، يعني الحديقه كلها تنهار. هذا اختيار الزميج. الدور نجي لتصميم الحديقه حسب رغبه الموجود صاحب الدار. ناخذ تصميمها، اكو تصميم طبعا يجي طبيعي والهندسي والمتناظر. عندنا هسه يفضل يعني في وقت هسه المعاصر هو الطبيعي، يكون بحجر ملون او صخري او كان من مرمر، يعني يكون الطبيعي يميل للطبيعه. هذا حسب او عده انواع واشكال. بدون نجي للعناصر مالته، نرجع الى الثيله ونوع الثيله. يعني هسه احنا في الوقت الحاضر يعني عندنا الثيله الهنديه، لان هذه هو يعني تتحمل اللي تتلامه ظروفه؟ لا شويه، بس بالشتاء شويه تصير صفرة. يعني بعد التسميد يومك داب ام بي كي لانه راح نحسنها. الدور عندنا التصاميم، نرجع للتصاميم. التصاميم قلنا الطبيعيه، واكو تصاميم المعماريه مثل بناء او الحصو او المقرنص. جيد. حسب يعني رغبه هنا، تبقى على الرغبه وامكانيه. حلو. صاحب المنزل، خلينا نتحول الى نقطه اخرى حتى نقدر نفيد المشاهد اكثر بعد. هنالك اشجار موسميه، جزء منها يزرع في الصيف او تثمر في الصيف فنقول هكذا، والجزء الاخر يثمر في الشتاء. ممكن ان تضعنا في الصوره ايهما في الشتاء ايهما في الصيف؟ الأشجار طبعاً مصير، الأشجار مصير موسمية. جيد. الأشجار نفضية ودائمية. جيد. النفضية مثل التين والتكي والعنب، هذه أشجار هي النفضية. أما الأشجار تابعة لفصل الصيف، هذه تابعة لفصل الصيف صحيح. أما الأشجار الدائمية هي كل الحمضيات الموجودة، مثل عندنا النمو حامض، البنزهرن والبصرة، عندنا الطرنج، البرتقال والأورنج، كلياتهم ذني. كل العائلة الحامضية هي تعتبر من الأشجار هذه ذكرت مثمر. احنا اليوم نقصد هذه الأشجار الدائمية. عندنا مثلا النبق، عندنا مثلا همات شجرة دائمية. طبعا احنا هنا قلنا بالثمر، الثمر عندنا يعني الأشجار الموجودة تثمر بالشتاء، يعني نهاية الشتاء عندنا هو النبق. جيد. اما عندنا يعني اكمال نمو الثمر من الرارنج، يعني اكمال ثمره مو يعني ثمره غير ناضجه، هي تصير بالشتاء. جيد. مثل الرارنج هسه عندنا تتحول للشتاء، بل يعني هنا سكريات عندك تتحول السكريات، زياده السكريات في الثمره، يعني نضج الثمره صارت يعني صفراء، هنا يتم قطفها في الشتاء. ماذا يفضل يوم مهندس صادق، زراعه الاشجار المثمره الصغيره وتكبر في الحديقه، ام ناتي بها كبيره لكي نزرعها مباشره؟ ايهما افضل؟ هو الافضل او الاحسن يعني حتى نحافظ على هذه الشجره. احنا مو نرجع للعنايه، مو المشكله كانت صغيره وكانت كبيره. يعني اذا تجي مثلا انا زارع اكو اشجار مثلا نوم حامض او اورنج،
يعني 7 سنوات هي نفس حجمها ما تغيرت. جيد. هذا يبقى أسباب التربة وأسباب موقع الحديقة ما ذكرته بالسابق. صح. هذا أما عناية بها والتسميد كلش مهم. يعني مهم تسميدها وتقليمها للأشجار. الأشجار تحتاج إلى خدمة. كل الأشجار إحنا كل الأشجار ده نقصد عليها. هاي إحنا مثمرة. إحنا ما حكينا على بالمناسبة كل الأشجار المثمرة داخل الحديقة تعتبر شجرة زينة فقط، ليس شجرة لأجل الإنتاج. جيد. مجرد زينة، حتى الثمر مالته يعتبر يعني زينة. وموقع الحديقة وصغرها هذا مو للإنتاج، وشجرة واحدة لا تعطي إنتاج. الإنتاج له حسابات أخرى. أقصد يعني لأهل البيت مثلا عندما يزرعون شيء. يعني هذا زرعة هو قلت لك يعني حسب الرغبة، بس إحنا اليوم نقصد كعلميا. أنا يعني اليوم أسولف علميا تعتبر هي كشجرة العفو هي كشجرة الزينة. جيد. حتى لو كانت نخيل. احنا ما نسميها يعني كشجره انتاجيه، لا كوحده اقتصاديه يعني ما ندخلها شجره اقتصاديه. تعتبر كل العنصر مثل النخله او الاشجار، كل الاشجار الموجوده او الازهار الموجوده في داخل الحديقه تعتبر اشجار زينه بحت. جيد. وليس اشجار اقتصاديه. لا كان اشجار اقتصاديه راح ندخل بحثنا تحتاج مساحه اكبر بعد. هاي حسب مساحة الشجرة وحسب مساحة الموقع الموجود الحديقة. يعني احنا البيوت احنا الموجودة عندنا حاليا بالنجف الأشراف يعني متجاوز الحديقة كمساحة 30 متر مربع مو أكثر. ما عدا أكو أحياء عندنا توصل يعني توصل 100 متر أو 300 متر، هذا يعني نقدر احنا نوزع أكثر من شجرة واحدة نقسم بها تقسيماتا. ذكرتم كلمة استدامة، تنظيف، تقليم، عناية، شنو اللي تقصدون بهذا الأمر؟ بس يكون هذا الكلام اللي راح تتكلمون به عملي فعلي. يعني هسه الآن المشاهد ينظر لمهندس صادق يذهب مباشرة الحديقة حتى يطبق الكلمات اللي قلت. العناية طبعاً التسميد، هذا أنا هسه اليوم نحكي على التسميد أو المكافحة. بالتسميد طبعاً كل شجرة تحتاج حسب العناصر الموجودة نقصها الموجودة بالتربة، لأن العناصر كلها موجودة. بس إحنا اليوم إذا أريد نسمد حتى عند نزول أصار النباتي عند الافتراء، أنا طبعاً نسميه الافتراء يبدأ يوم 15/2 فما فوق يعني بشباط، لازم واحد يكون يسمد قبل هذه الأيام، يعني بشهر الواحد يعني بشهر الثاني بداية الثاني، خصوصاً النخل كل 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 الأشجار والشجيرات. اللي أفهمه من عندك السماد مرة واحدة بالسنة؟ لا، أنا قصدي أنا أتكلم اليوم على الحارس. يعني على الوقت الحاضر. أما بالسنة على طول السنة يعني أكثر التسميد وقت الافتراء هو موسم الربيع. يعني زود التسميد. التسميد طبعاً أنا يعني أكون بالبداية حتى نحسن التربة، وإحنا هنا راح نزود البي إتش. يعني نخلي حموضة ونخلص من الأملاح، هذا يكون إحنا ونخلي النبات تسحب العناصر بصورة أفضل. إحنا نفضل يعني يكون هيومك، وطبعاً الهيومك لها تجارة، فيكون يعني يكون نوعية شركة موثوقة من عندها تنضاف لهيومك. من بعد الهيومك من بعد 3 أيام أو يومين نقدر دور نضيف عناصر أخرى أشكال. بس هذا المشكلة هنا يكون المهندس زراعة يكون يعرف بيه، يكون لازم المهندس زراعة حتى يعرف شنو النقص الموجود بالتربة وللنبات طبعاً، وحتى راح يميزه يعرف بي. بس هو يكون يعني في الوقت الحاضر يعني قبل الربيع يكون إضافة الأسمدة. أما المكافحة يكون اختصاص. هنا المكافحة أبو الاختصاص يعرف، لأن إحنا عندنا مثلاً الصراحة تجينا نزدات برودة إحنا مثل ما يسموها، لأن تنزل درجة الحرارة يمكن توصل يعني بالليل تنزل يعني -5 أو -2. فشنو يحتاج النبات؟ هذا النبات يعني يحتاج يكون فد رعاية خاصة كلش. يعني نعم يعني الأوراق يصير بها احتراق أوراق، يصير عندنا نباتات مواد الأطراف مع النباتات، هذا تحصل خصوصا بالحمضيات يعني حتى بالنارنج يحصل بمواد الأطراف. هنا يكون يعني حماية مؤقتة يكون يعني يقلل من نسبة التقليم، يعني يكون هنا ما يقلم. التقليم راح يصير بشهر الثاني حتى تكون الأنسجة في قمة نشاطها. يعني يفضل هسه في فترة راحة دخول النباتات في فترة راحة بسبب انخفاض درجات الحرارة، يعني يقلم في شهر الثاني يقلم. بس العفو العنب عندك يكون يقلم شهر الواحد. أما الحمضيات الجوري الياس كل الشجيرات الموجودة بداخل الحديقة يكون تقلم في شهر الثاني بسبب هي نزول الأعصار النباتية والافتراء. بلي.
بعد شنو من بعض القضايا اللي ينبغي لنا أن نعمل عليها بخصوص ديمومة النبات والمحافظة عليه غير قضية التسميد وقضية ديمومة النبات؟ إحنا عندنا مشكلة نجف جاف حار خصوصاً عن فصل تموز آب آيار هماتين يعني شهر السادس. المفروض يعني إحنا نكون أما يعني نكون إحنا نعالج الوضع. الوضع هنا أنا يعالج بعد الطرق. الطرق هو وضع سهران وهذا التور الأخضر الزراعي. التور الأخضر الزراعي يعني يغطيك بنسبة 70% يعطيك ظل أو 90% حسب التور الموجود. يفضل يعني يفضل يكون وضع مرشات خصوصا يعني وضع مرشات يعني مرشات ضبابية كان لكسر درجات الحرارة العالية أو إذا كان يعني الشخص يعني صاحب الحديقة أو المنزل إذا كان حسب إمكانيته يفضل رش الممرات لزيادة الرطوبة في الجو. النباتات تعاني كلش يعني واحد يسوي حديقته بالصيف نهاية الصيف يجي الحديقة كل النباتات تنتهي محترقة فيفضل رش مستمر في فصل الصيف. أما في الشتاء هو يعني شهر الواحد شهر الثاني هذا يقل من درجة من الري هاي النباتات. طبعا هو الري يكون طريقة منتظمة. احنا نرجع يعني كلامي ثاني اليوم على شغلة الأشجار. الأشجار مشكلتها لما تعقد عقدة الأزهار. من تعقد الأزهار كون السقي منتظم درجة الأولى. هسه اكو يعني طبعا هاي معاناة كثير من الناس طبعا اليوم يحكون على اسقاط الثمرة كانت صغيرة او اسقاط الزهرة. هذا بسبب يعني أول سبب هو عدم تنظيم درجات الري في وقت الري يعني يكون تنظيمه يعني مثلا اليوم عندنا بالصيف يكون هو سقي مرتين يعني يفضل مثلا تطط مثلا ساعة العاشرة مثلا العاشرة للدعش أو من العاشرة للعشرة ونص حسب كمية المياه تحتاج الحديقة لأن هي مو كثرة الأشجار لا كثرة الأشجار بالحديقة راح تصير مشاكل كلش كثيرة يعني يفضل تنظيم الري تنظيم قصد يعني في وقت معين مو يعني مي سايح يعني يجري الماي بدون وجعان قلب شو ما يقولون. نفضل بهذا الحالة التنقيط أفضل؟ التنقيط طبعا إذا نوصل للأسلوب العلمي يعني التنقيط والرش بالمرشات ووضع تايمر مؤقت لهذا هذا كلش يفضل. هذا أنا قاعد أسولف عليه من على دور وين بالثمرة لما تعقد الثمرة هو التسميد. التسميد كلش مهم. التسميد إلا مهندس زراعي يعني. يكون هذا يكون حتى يعرف ماذا يعطي يعني كل حسب الشجرة وشجرة بس يعني أنا أفضل إذا عقدة الأشجار يعطي حتى حجم الثمرة وشكل الثمرة ولون الثمرة يعطي بارون يعطي بوتاسيوم يعطي كبريتات البوتاسيوم فوسفات البوتاسيوم يعطي لأن هذه تشتغل على ما راح تشتغل على حجم الثمرة ولون الثمرة وشكل الثمرة ومذاق الثمرة. جي. مهندس صادق محمد علي مسؤول شعبة حدائق شكرا لكم. وصلنا وإياكم أحبتنا المشاهدين إلى الثواني الأخيرة في هذه الحلقة من برنامجكم حديقتي والحديث كان عن الحدائق الكبيرة والأشجار التي ينبغي لنا أن نزرعها في داخل هذه الحدائق. وإن كانت هنالك معلومة من المهندس صادق بأن حتى هذه الأشجار المثمرة ما هي إلا أشجار زينة في داخل البيت لأن الأشجار المثمرة تحتاج إلى مساحات كبيرة وأيضا عناية فائقة وفي نفس الوقت الجدوى الاقتصادية لم تكن كما يراد لها. لذلك علينا أن ننتبه بأن نعمر الحدائق في داخل البيوتات ونضفي عليها جانب من النظرة والخضرة في نفس الوقت. هذا الشيء يساعد على ارتفاع نسبة الأكسجين في داخل البيت الذي فيه أو الذي فيه حديقة كبيرة. نلتقيكم إن شاء الله أحبتنا المشاهدين في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.